السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي والتكنولوجي، وهو الدرس الخامس من الوحدة الثانية بعنوان قاعدة السلسلة الجزء الثاني. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال قاعدة السلسلة في الاشتقاق. تذكر أن عزيزي الطالب، قمنا في مثال 1 باستخدام الضرب dA by dR، والذي يعبر عن معدل تغير مساحة البقعة النفطية بالنسبة لنصف قطرها، مضروبا في dR by dT، والذي يعبر عن معدل تغير نصف القطر بالنسبة للزمن t، وناتج هذا الضرب equals dA by dT، والذي يعبر عن معدل التغير اللحظي لمساحة البقعة النفطية بالنسبة للزمن. ومن هذا الضرب عزيزي الطالب استنتجنا قاعدة رائعة السلسلة. فدعنا نتذكر عزيزي الطالب قاعدة السلسلة التي تم استنتاجها من مثال 1. قلنا إذا كانت y دالة للمتغير u، حيث y equals f of u، وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون y of u equals u power 3 minus 10. كما قلنا أن هناك دالة u للمتغير x، فu equals g of x، وعلى سبيل المثال u of x equals x power 2 plus 5x minus 7. المطلوب عزيزي الطالب إيجاد dy by dx. الy ليست دالة في المتغير x، ولكن y دالة في المتغير u، وu دالة للمتغير x، وعليه باستخدام قاعدة السلسلة لحساب dy by dx يجب علينا حساب رائع dy by du، ثم أحسنت du by dx وإيجاد ناتج الضرب حتى نستطيع الحصول على dy by dx. والآن عزيزي الطالب دعنا ننتقل إلى حل مثال رقم 2 صفحة رقم 99 تطبيقا لقاعدة السلسلة. أوجد dy by dx الفرع A، y equals u squared و u equals 3x squared plus 1. الحل: من منكم أحباؤنا الطلاب يذكرنا بخطوات حل هذا المثال؟ أحسنت يا بني. الخطوة الأولى وهي كتابة قاعدة السلسلة، حيث أن المطلوب dy by dx و y ليست دالة للمتغير x، عليه يجب استخدام قاعدة السلسلة التي تنص على أن dy by dx equals dy by du multiply du by dx. فلنبدأ سويا أحباؤنا الطلاب بحساب dy by du. من يذكرنا بالقاعدة التي يمكن أن نستخدمها لحساب مشتقة الواي بالنسبة ليو؟ أحسنت يا بني، نستخدم قاعدة القوى فيكون الناتج 2u. ثم ننتقل سويا لحساب رائع du by dx. من منكم يذكرنا بالقواعد التي يمكن استخدامها لحساب مشتقة اليو بالنسبة للمتغير x؟ أحسنت، يمكن استخدام قاعدة القوى للحد الأول واستخدام قاعدة الثابت للحد الثاني. فباستخدام قاعدة القوى ينتج أن dy by dx equals 6x plus 0، حيث أن مشتقة الثابت equal 0. نعود عزيزي الطالب لتطبيق قاعدة السلسلة، وذلك على النحو التالي: dy by dx equals 2u multiply 6x. الآن عزيزي الطالب دعنا ننتبه لشيء هام، ألا وهو لابد أن نقوم بالتعويض عن قيمة u بدلالة x، حيث أن المطلوب dy
by dx. نعود عزيزي الطالب لرأس السؤال فنجد أن u equals 3x power 2 plus 1، ومن ثم نقوم بالتعويض عن قيمة u فينتج لنا المقدار التالي: 2 bracket 3x power 2 plus 1 بدلا من u multiply 6x. ثم نقوم عزيزي الطالب بإجراء عملية الضرب الموضحة أمامك، فيكون الناتج 2 multiply 3x squared equals 6x squared multiply 6x equals 36x power 3. وماذا عن الحد الثاني؟ 2 multiply 1 equals 2 multiply 6x equals 12x. نكمل عزيزي الطالب مع مثال رقم 2 صفحة رقم 99. أوجد dy by dx الفرع b. y equals u power 1 over 2 والدالة u equals 3x squared minus 5x. الحل: من منكم أحباؤنا الطلاب يذكرنا باسم القاعدة التي يمكن استخدامها لحساب dy by dx؟ أحسنت يا بني، يمكن استخدام قاعدة السلسلة على النحو التالي: dy by dx equals dy by du multiply du by dx. فلنبدأ عزيزي الطالب بحساب dy by du، ولكن أي قاعدة يمكن حساب dy by du بها؟ رائع، قاعدة القوى أيضا. وبتطبيق قاعدة القوى نجد أن dy by du equals 1 over 2 u power negative 1 over 2. وماذا عن du by dx عزيزي الطالب؟ أحسنت، يمكن استخدام قاعدة القوى لإيجاد du by dx على النحو التالي: 6x minus 5. الآن نعود إلى التعويض في قاعدة السلسلة لحساب dy by dx. dy by dx equals 1 over 2 u power negative 1 over 2 multiply 6x minus 5. ولكن عزيزي الطالب لا بد من، أحسنت، التعويض عن قيمة u بدلالة x، حيث أن المطلوب dy by dx. لذلك نقوم بالتعويض عن u equals 3x power 2 minus 5x، فتصبح قيمة dy by dx على النحو التالي: 1 over 2 3x squared minus 5x all power negative 1 over 2 multiply 6x minus 5. هل هذه أبسط صورة؟ ليست هذه أبسط صورة عزيزي الطالب، حيث أن هناك باور بالنيجاتيف، لذا يجب أن نحول هذا الباور بوزيتيف. كيف؟ أحسنت، بأن نقوم بتغيير مكان هذا الباور من البسط إلى المقام، فتصبح المشتقة عزيز الطالب بالشكل التالي: 6x minus 5 all over 2 multiply 3x squared minus 5x all power 1 over 2. والآن عزيزي الطالب جاء دورك، حاول أن تحل تمرين رقم 3 صفحة رقم 103. أوجد dy by dx، حيث أن u equals square root of x والدالة y equals u power 5 plus 1. من فضلك عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. الحل: عزيزي الطالب المطلوب dy by dx، ولكن y ليست دالة للمتغير x، فy دالة للمتغير u ويو دالة للمتغير x، وبذلك يجب علينا استخدام، أحسنت، قاعدة السلسلة لإيجاد dy by dx. من منكم أحباؤنا الطلاب يذكرنا بقاعدة السلسلة؟ رائع يا بني، dy by dx equals dy by du multiply du by dx. إذن لحساب dy by dx يتعين علينا إيجاد معدل تغير y بالنسبة إلى u، ثم معدل تغير u بالنسبة إلى x، ثم إيجاد حاصل الضرب
وذلك للحصول على dy by dx. من يستطيع أن يحسب لنا dy by du؟ أحسنت، يمكن استخدام قاعدة القوى، وبذلك يكون dy by du equals 5u power 4. وماذا عن du by dx؟ رائع، يمكن إعادة كتابة الدالة u بدلالة x على النحو التالي: u equals x power 1 over 2. ومن ثم تطبيق قاعدة القوى مرة أخرى لإيجاد معدل تغير u بالنسبة إلى x، فيكون كالتالي: 1 over 2 x power negative 1 over 2. ويمكن اختصار هذه المشتقة على النحو التالي: du by dx equal 1 over 2 square root x. بالتعويض عن قيم معدلات التغير التي حصلنا عليها في قاعدة السلسلة المعطاة، فيكون dy by dx equals 5 u power 4 multiply 1 over 2 square root x، فينتج لنا 5 u power 4 all over 2 square root x. الآن عزيزي الطالب، المطلوب منك حساب معدل تغير y بالنسبة إلى x، وعليه يجب كتابة هذه المشتقة بدلالة x. إذن نحتاج إلى، أحسنت، التعويض عن u بدلالة x على النحو التالي: u equals square root x، وعليه تصبح المشتقة 5 square root x all power 4 divided by 2 square root x. وباختزال square root x من البسط والمقام ينتج لنا النحو التالي: 5 square root x all power 3 divided by 2. وبتبسيط square root x power 3، حيث أن القوى المرفوعة لsquare root x أكبر من دليل هذا الجذر، فيمكن كتابتها بالشكل التالي: 5x square root x all over 2. حاول أن تحل مرة أخرى عزيزي الطالب. تمرين رقم 4، صفحة رقم 103. أوجد dy by dx إذا علمت أن u equals 1 over 1 minus x و y equals 1 minus 1 over u. قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال، ثم تحقق من صحة حلك. الحل: نذكرك عزيزي الطالب بقاعدة الدالتين u و y. u equals 1 all over 1 minus x و y equals 1 minus 1 over u. المطلوب عزيزي الطالب إيجاد dy by dx. إذن نحتاج إلى استخدام، أحسنت، قاعدة السلسلة: dy by dx equals dy by du multiply du by dx. فلنبدأ عزيزي الطالب بحساب معدل تغير y بالنسبة إلى u: dy by du equals. ولكن عزيزي الطالب، من يذكرنا بقاعدة تستخدم لحساب هذه المشتقة؟ رائع يا بني، زيرو، حيث أن الحد الأول في الدالة y هو حد ثابت. وماذا عن الحد الثاني؟ أحسنت، قاعدة الحد الثاني هي قاعدة القسم. من يذكرنا أعزاؤنا الطلاب بمشتقة قسم الدالتين؟ أحسنت يا بني، يمكن استخدام قاعدة المشتقة التالية: المقام ضرب مشتقة البسط ماينس البسط ضرب مشتقة المقام all over المقام باور 2. ودعنا ننفذ هذه القاعدة لإيجاد مشتقة 1 over u، فتكون المشتقة على النحو التالي: 0 multiply u، حيث أن 0 هي مشتقة البسط ويو هي المقام، ماينس 1 وهي البسط في مشتقة المقام وهي 1 between brackets، مقسوما على المقام باور 2. وبالاختصار ينتج لنا 1 all over u squared. الخطوة التالية يا عزيزي الطالب، وهي حساب رائع، du by dx. أيضا يمكن استخدام قاعدة أحسنت القسمة، فتكون على النحو التالي: 0 مشتقة البسط
مضروبة في 1 minus x هي المقام minus 1 وهي البسط multiply negative 1 وهي مشتقة المقام all over 1 minus x all bar 2 وهو المقام bar 2. ثم باختصار هذه النواتج ينتج لنا 0 multiply 1 minus x all equal 0 negative 1 multiply negative 1 equal positive 1 فتكون المشتقة على النحو التالي. الآن عزيزي الطالب دعنا نعود رائع للتعويض في قاعدة السلسلة فينتج لنا dy by dx على النحو التالي 1 over u squared multiply 1 all over 1 minus x all bar 2. ولكن عزيزي الطالب كما تعودنا المطلوب dy by dx، إذن يجب كتابة dy by dx بدلالة المتغير x وعليه يجب التعويض عن قيمة أحسنت U. فبالتعويض عن قيمة U نجد أن U equals رائع 1 over 1 minus X فتصبح المشتقة بالشكل التالي 1 all over 1 over 1 minus X all bar 2 multiply 1 all over 1 minus X squared. وحيث أننا درسنا أن مقام المقام يصبح بسط فعليه يمكن أن يصبح الكسر الأول بالشكل التالي 1 minus x all bar 2 all over 1 multiply 1 over 1 minus x all bar 2 فتصبح النتيجة هي المحايد الضربي 1. والآن عزيزي الطالب حاول أن تحل تمرين رقم 5 صفحة رقم 103. أوجد dy by dx حيث أن u equals 10x squared plus x plus 1 و y equals 2u all over u squared plus 1. قم عزيزي الطالب بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. الحل عزيزي الطالب دعنا نتذكر سويا قاعدة الدالتين u equals 10x bar 2 plus x plus 1 y equals 2u all over u squared plus 1 dy by dx equal dy by du multiply du by dx. فلنبدأ بحساب dy by du وذلك عن طريق استخدام قاعدة القسمة. من يذكرنا بقاعدة القسمة؟ رائع، المقام ضرب مشتقة البسط ماينس البسط ضرب مشتقة المقام all over المقام squared. وبتطبيق هذه القاعدة نحصل على المشتقة التالية 2 مشتقة البسط multiply u bar 2 plus 1 وهي المقام ماينس 2u وهي البسط multiply 2u وهي مشتقة المقام all over المقام bar 2. ثم باختصار هذا الكسر نحصل على الشكل التالي بفك القوس 2u bar 2 plus 2 minus 4u squared all over u bar 2 plus 1 all power 2. بتجميع الحدود الجبرية المتشابهة نحصل على الصورة التالية 2 minus 2u squared all over u bar 2 plus 1 all power 2. والآن جاء دور حساب du by dx. يمكن استخدام قاعدة القوى لإيجاد مشتقة الحد الأول ثم قاعدة الدالة الخطية لإيجاد مشتقة الحد الثاني ثم أخيرا قاعدة الدالة الثابتة لإيجاد مشتقة الحد الأخير فأنتج لنا الشكل التالي 20x plus 1. ثم نقوم بالتعويض مرة أخرى في قاعدة السلسلة على النحو التالي dy by dx equals 2 minus 2u squared all over u bar 2 plus 1 all power 2 multiply 20x plus 1. والآن عزيزي الطالب لابد من التعويض عن قيمة u بدلالة رائع x حيث أن المطلوب dy by dx. فنقوم بالتعويض عن قيمة u equals 10x squared plus x plus 1 فتصبح المشتقة المطلوبة بالشكل التالي 2 minus 2 bracket 10x squared plus x plus 1 all power 2 all over 10x squared plus x plus 1 all power 2 plus 1 all power 2 multiply 20x plus 1. ثم بضرب
بسط الكسر الأول في بسط الكسر الثاني، ومقام الكسر الأول في مقام الكسر الثاني، نحصل على الشكل التالي. والآن عزيزي الطالب، قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. نذكركم بهدف حصة اليوم، وهو استعمال قاعدة السلسلة. وفي نهاية هذا الدرس، نتمنى لكم أحباؤنا الطلاب المزيد من التفوق. دمتم سالمين.